ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا للفقرة الطبية. طبعا دراسات طبية كتير اتعملت عن مدى تأثير السمنة عن صحة الجسم العامة، وإنها بتخلي شخص معرض للإصابة بأمراض كتير. لكن على الرغم من كده، إلا إن لحد وقتنا الحالي لسه في ناس مش مدركة حجم خطورة مرض السمنة على صحتها العضوية والنفسية. فعلشان كده هيكون موضوع نقاش فقرتنا النهاردة، وكمان هنتكلم عن إزاي نخس بشكل صحي مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، دكتور ريهام العراقي، أخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتور ريمو، منورانا في هذا الزي الملائكي. حبيبتي عاملة إيه حبيبة قلبي؟ الحمد لله. قول لنا بقى الموضوع الكبير ده، ما تدينا نبذه كده بسيطه نبدا بيها الحلقه. قول لنا علشان كل اصدقائنا بجد اللي مختلط عليهم الامر ومش مدركين يعني اهميه الموضوع ده، قول لنا ممكن حط لنا كده نقط على الحاجات المهمه في حياتنا. حط لك نقط ايه؟ انا عايزه اقول لك احط نقط اي حد فين ولا فين ولا فين. انا عايزه اقول لك ان اي حد عنده مرض عضوي لو هو زايد في الوزن، بالذات المنطقه بتاعه البطن عنده كبيره، هيلاقي ان السبب فيها هو ده، هو السمنه، هي الدهون الزياده دي. لان خلي بالك احنا عندنا حاجه اسمها فيسترال فات، او اللي هي الدهون اللي حوالين الاحشاء اللي هي جوه. يعني في دهون خارجيه احنا بنشوفها، وفي دهون بتبقى حوالين الكبد والكلام ده، صحيح. اللي بيعمل الكبد الدهني اللي هو بيجيب مشاكل صحيه كتيره. فهو الفاتس الزياده او الدهون الزياده اللي هي مضره، اللي هي بتكون زياده عن احتياج جسمي، بتتخزن في جسمي بشكل كبير، بتتخزن على الاورجنز او الاحشاء بتاعتي، هي سبب 90% من الامراض اللي بتحصل لي، من سكر وضغط ومشاكل جهاز هضمي، مشاكل جهاز عصبي، مشاكل قلب، كل حاجه ممكن تتخيليها السمنه ليها دور فيها. اوكي، طيب احنا بقى عايزين النهارده ايه يعني، ما نتكلم بقى كده ببساطه، عايزين نعالج الموضوع ده ونقول لكل الناس اللي عندها مشكله في السمنه، قبل الناس اللي بتبدا تاخد كده يعني زي ما بيقولوا ايه، استشعرت انها داخله على سمنه، والناس اللي لا قدر الله دخلت في السمنه وعايزه تلاقي علاج امن، لان في ناس كتير قوي بتخاف تاخد اي حاجه علشان تخس او عشان تساعد نفسها حتى في نظام اكل صحي او في اسلوب حياه لتغذيه كويسه. قول لنا بقى يعني ايه اللي ممكن نستخدمه، ونتكلم اكتر لو لسه لينا اصدقاء اول مره يشاركوا معانا في الفقره دلوقتي ويسمعوا احنا كنا بنتكلم قبل كده في الفقرات اللي فاتت عن ايه. طيب انا بس عايزه اوضح، هي السمنه دي يعني اي حد مليان يقول انا عندي سمنه ولا لا؟ لا، انا عندي مؤشر لكتله الجسم اللي هو بادي ماس اندكس. المؤشر ده لو زاد عن 30 ده بيتحسب ازاي؟ بيبقى الوزن على مربع الطول. تمام، بيطلع لي رقم، الرقم ده لو زاد عن 30 او 35 انا كده ابقى في مرحله مش الطف حاجه، يعني اخلي بالي. لو وصلت الاربعينات لا، انا كده خلاص، انا كده اكيد انا عندي سمنه، وممكن تكون كمان سمنه من الدرجه الثانيه. اوكي، طيب انا عايز اعالج ده. الموضوع معتمد على انه انا الحاجه اللي بدخلها جوه جسمي عامله ازاي، انا باكل ايه، صح، باكل الطريقه عامله ازاي، نوعيه اكلي والكميات اللي المفروض تدخلي. فاول حاجه ببتدي بيها ببتدي دايت. تمام. ناس دايما لما بتيجي تبتدي دايت بتقول لا انا عايزه حاجه تحفزني شويه، او في معتقدات كده عند الناس اللي هو الدايت لوحده ما بيعملش حاجه، فلازم حاجه تزق معايا الدنيا تساعد شويه. أيوة. بالظبط، مش عيب يعني. لا طبعا مش عيب، طول ما الحاجه دي طبيعيه وامنه زي اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اللي هو بيستا. انا اقدر اخده عادي، مفيش اي مشكله خالص. كويس، بيستا هيساعدني في التقليل بتاع الاعراض بتاعه السمنه او مرض السمنه، بان انا انزل في الدهون الزياده اللي موجوده عندي دي، سواء هي كانت باينه على شكل جسمي، سواء ان هي كانت على الاحشاء عندي، لان هو بيخليني اتحكم في كميه الاكل اللي انا باكله، وغير كده كمان بيساعدني على الحرق. ليه بقى؟ لان هو في ثلاث مكونات رئيسيه، هو الالياف. الالياف هي اكتر حاجه بتسد النفس، بتخش جوه المعده، بتاخد حيز كبير، وهو اول منتج فيه ثلاث انواع من الالياف اللي هم قشور السيليوم، رده القمح، وكمان الشوفان. كفيلين ان انا لما اخد الكوبايه قبل الوجبه، ان انا لو كنت متارجت اكل وليمه انا مش قادر اكل غير معلقتين، ومش زعلان، مش متضايق. دي اهم حاجه، ان انا مش محروم، انا مش مفروض عليا اكلات معينه. بالظبط، الناس كل ما بيبقى عندها كريفنجز او
كل ما بتحس ان هي محرومه كل ما الشره بتاعها بيزيد ناحيه الحاجه دي. تاني حاجه الكروميوم، الكروميوم هو معدن مهم جدا عشان بيظبط حساسيه الانسولين، يعني بيخلي حرق النشويات احسن، بيخلي الخليه تحس بالانسولين احسن. فلو انا عندي اعراض لمقاومه انسولين او انا عندي اعراض للسكر بيساعدني برضو ان الاعراض دي تقل، وكمان هيحرق معايا نشويات. يعني هو كمان مهم لمرضى السكر بالظبط. ما احنا قلنا اصلا القصه كلها في زياده الوزن اللي هي ممكن تجيب لي امراض تانية، فانا لما احل القصه دي هو هيحل لي باقي بقى الحاجات دي اللي بتيجي نتيجه زياده الوزن او السمن. اخر حاجه فيه هو فيتامين سي، فيتامين سي مهم جدا عشان المناعه وعشان البشره، بس برده مهم عشان الفات اوكسيديشن او حرق الدهون. فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، بزود حساسيه الجسم للانسولين، بقلل من الوزن بتاعي، باكل بكميه اقل، بسد الشهيه بتاعتي، بتخلص تقريبا من اغلب المشاكل اللي البني ادم بيعاني منها وهو جاي بيبتدي دايت، او الحاجات اللي بتخليه اصلا مش عايز ان هو يبتدي دايت عشان خايف ان هو يتحرم من حاجه. هو عارف ان اكله اصلا كتير، مش هيعرف يتحكم في الشهيه بتاعته او في كميه اكله، حاسس ان هو حرقه بطيء، فعارف ان هو لا ده انا باخد وقت على بال ما بنزل. فاحنا حلينا القصه دي كلها في برودكت واحد، واهم حاجه ان كل المكونات بتاعته طبيعيه، منتج واخد تصريح وترخيص من وزاره الصحه، موجود في الصيدليات، حاجه امنه ان انا اقدر استخدمها عادي كمان للاطفال من سن 12 سنه، لان السمنه مش بس موجوده عند الناس الكبيره، هي موجوده يعني كمان عند الاطفال بالظبط. فده هيبقى حل الازمه كبيره قوي موجوده عندي. كويس، يعني طب قولي لنا بقى طريقه ناخده ازاي، وممكن في خلال فتره قد ايه نحس بالتغيير او انه يبقى عامل مساعد لينا لو احنا بناخده كعامل مساعد. لان في ناس ممكن ما تاخدوش بس عشان هي عايزه تخس، لا في ناس ممكن تاخده عشان تحافظ على ثبات وزنها. هو اي حد طريقه اكله مش مظبوطه وخايف ان هو يزيد في الوزن، حد محافظ على اكله وعنده لخبطه مثلا عزومه مثلا زاد شويه في المصيف مثلا كان كده، طبعا راجع بقى من الساحل دلوقتي عايز ايه يصلح اللي بوظه ده، نقدر ان احنا نستخدمه. مش بس لما انا اكون اوبيز او عندي سمنه او عندي اوفر ويت، بس الجرعه بقى هي هنا بتختلف. يعني انا لو عايزه احافظ باخد من واحدة لاتنين، انا لو محافظ تمام وعندي مناسبة معينة يبقى باخد عند المناسبة. لو انا عايزة اخس لا باخد من اتنين لتلاتة في اليوم. باخده امتى؟ قبل الوجبة بنص ساعة على كوباية مية كبيرة، بقلب كويس قوي لانه لازم يبقى لازق شوية معايا كده، وطعمه حلو، يعني الناس ما تخافش خالص. طعم التفاحة انا بالظبط طعمه حلو قوي بالظبط. طيب بالنسبة للاطفال برضو يبقى بنفس المعدل؟ لا الاطفال المعده يعني نبتدي من واحده برضو كويس، لانه تركيز الكروميوم فيه عالي شويه، فالادلتس يقدروا يستحملوا الجرعه دي، بس لكن الاطفال لا نبتدي واحده بس في اليوم. واحد في اليوم يبقى مناسب للاطفال بالزبط. طيب هايل جدا. احنا معانا حاله استاذ ابراهيم، يلا هنشوف دلوقتي مع بعض التقرير ونرجع نستكمل يعني حديثنا واسئله حضراتكم طبعا مع دكتور ريهام بعد ما نشوف التقرير مع بعض. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنة، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش اعرف بمارس الرياضة اللي انا بحبها اللي هي الكورة، كان عندي صعوبة في طلوع السلم، كان عندي صعوبة في مظهري العام قدام الناس. الحقيقة ما كانش فيه اي حاجة محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليلة. بعد ما استخدمت فيستا بصراحة الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا، ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني إن أنا جعان خالص، غير إن طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فأكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي أي معاناة في أي حاجة، ولا في اللبس ولا في الحركة، بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه. الحقيقة بحب أنصح الناس إن هم يستخدموا فيستا. رجعنا مرة تانية بعد شفنا تقرير أستاذ علي، قولي لنا بقى يعني رأيك إيه؟ هو لسه شاب صغير بس هو كويس إنه يعني في رجال كمان بقى عندهم الثقافة دي، مش بس السيدات والبنات، صح كده؟ لا ده أكيد، ما هو يعني هي البنات أصلاً أصعب في نزولها من الولاد، يعني الولاد بتلاقي الحرق بتاعهم أعلى شوية لأنهم عندهم ماسل ماس أكتر أو كتلة عضلية أكبر، فبتلاقي حرقهم. يعني تلاقي واحدة مثلاً هي وجوزها بيعملوا دايت تقول لك إيه ده خس مش عارفة قد إيه وأنا خسيت نصه، هو إزاي هو بيخس أكتر مني؟ فالرجالة بالعكس هم إقبالهم على الدايت أقل شوية
الا لو هم رياضيين. بس الستات هي اللي عندها الثقافه دي اكتر. أوكي. بس هم الموضوع اسهل بالنسبه. طب انا هسالك بقى سؤال من ضمن الحاجات، يعني دايما نسمع ان السيدات لما الوزن بيزيد، اصل انا معاكي باخد حريتي عليك، لما الوزن بيزيد بيبقى ساعات معرضه حبيبتي لتكيسات مبايض او مشاكل في الانجاب. مظبوط. عشان كده دايما بنقول للبنات في سن صغير ما نسيبهاش الام، ما تسيبهاش وبعدين ترجع تقولها اما تتجوز انت لازم تخسي. طيب هل الرجال كمان ممكن السمنه تاثر على الانجاب عنده ولا السيدات بس؟ طبعا احنا اللي عندنا مشكلة. لا 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 لا، السمنه اصلا مش انا قلت لك في اول حلقه هي كفيله تبوظ اي حاجه. لا، في رجال او سيدات يعني طبعًا. كمان هي بتاثر اصلا على كل حاجه، كل الاورجنز بتاعه الجسم، كل الاجهزه بتاعه الجسم. وفي كمان ارتكل كده، مقال اتنشر في هارفارد، الويب سايت بتاعهم، عملوا زي ستادي كده فلقوا انه الرجاله الاوبيز، يعني هم كانوا بيقارنوا بين العاديين والاوفر ويت والاوبيز اللي هم عندهم سمنه، لقوا ان هم السمنه بتاثر على انتاجهم للسبيرمز او اللي هي الحيوانات المنويه بنسبه مثلا 42%. يقدروا يتاثروا بان هو الانتاج بتاعه يبقى قليل، ونسبه 81% ان هو ممكن اصلا ما يحصلش انتاج. يا دي نسبه كبيره دي جدا. دي حاجه مشهوره في ويب سايت بتاع جامعه من بره. اوكي. ودي ستادي موجوده، فقد ايه هو الدهون اللي هو مش واخد باله منها ان هي زياده او ان هو وصل لسمنه، ده ممكن ياثر على حياته. لا موضوع ممكن. طبعا. على فكره دي نقطه مهمه جدا بجد والله. احنا يعني الولاد حتى عشان كده دايما بخاف. بصي خلي بالك حتى الاوفر ويت بيتاثروا، يعني مش بس الاوبيز، يعني ستادي دي كانت مطلعه انه الاوفر ويت 11% بيبقى انتاجهم اقل، تقريبا 39% بيبقى ما فيش برودكشن اصلا للسبيرد، بس الاوبيز تقريبا دبل او تريبل النسبه دي. النسبه دي طبعا. يعني احنا في الاخر لازم يبقى عندنا الثقافه او الوعي في بالزبط. قصه الـ 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 السمنه دي مش بس عشان شكل جسمي، عشان جسمي ده، عشان صحتي بالظبط. عشان تاثير ده على صحتي هيبقى عامل ازاي. طيب قولي لنا بقى دلوقتي، احنا خلاص الناس اللي بتعمل وبتاخد مثلا بيستا ولازم نتكلم برضو عن المالتي فيتامينز، لانه طبعا. احنا كسيدات بنحتاجها طول الوقت. انا عارفه، لكن ممكن بعض الرجال يقول لك الا اللي بيتمرنوا والرياضيين زي ما بنقول. لكن هل هي في ناس بيقول لك ايه، هي يعني مكمل غذائي ممكن اخد يوم انسى شويه مش فارق يعني، بس صح. فجاه يحصل لا قدر الله دروب. يبقى عندنا حاله كده، وده دايما انا بحسه، يمكن عشان انا تعرضت له اكتر من مره. فببدا احس ان دي نقص فيتامين، او ما اعمل التحليل الاقي فعلا. صح. فاحنا عايزين بقى ننقل الثقافه دي الاخرى مع اثناء ما احنا بننزل، او بناخد بيستا او بننزل في الوزن، ان احنا ناخد مكمل غذائي ونواظب عليه. طبعا هي القصه بس مش في قصه البنات اللي هو ان شعري بيقع وشي بهتان الكلام ده. لا، احنا برضو زي ما الدهون الزياده دي بتاثر على الفانكشنز بتاعت جسمنا، نقص الفيتامينات بيأثر على الوظائف. انا ممكن تلاقي ان هي عندها خمول، او عندنا كلنا سواء رجاله او ستات عندنا خمول، مش قادرين ان احنا نعمل اي مجهود، مفيش طاقه، بننهك كتير، من اقل مجهود بنحس ان احنا همدانين وتعبانين، في كسل، اصلا مش قادر اقوم من السرير، تركيزي مش مظبوط، على طول مشوش، بنسى كتير. الحاجات دي كلها مش حاجات ظاهرية، دي حاجات موجودة الأورجنز هي اللي بتشتغل عليها. فأنا محتاج المالتي فيتامينز دي عشان أنا أعوض ده. عشان كده احنا عندنا الب مالتي فيت، احنا حطيناه مع الكورس بتاع بيستا للناس اللي هي بتخس عشان ما تعانيش، لأن احنا كده كده بنبقى مقللين كمية الأكل بتاعتنا أقل شوية عشان الجسم يقدر يحرق من المخزون. أوكي. فالتقليل ده بيجي في حساب برضو الفيتامينات والمعادن والعناصر، فأنا عايزة أعوض، عشان كده هو اسمه مكمل، عشان بيعوض لي النقص من الأكل. كويس. مش معنى أنه مكمل أنه حاجة رفاهيات. لا، هو ناس كتير بتتخيل كده. لا، هو بيكمل لك، فهو من الكماليات. هو مش رفاهيات، هو بيكمل حاجه نقصها هيعمل لك مشكله، يعمل بقى مشكله في الطاقه، يعمل مشكله في التركيز، يعمل مشكله في الكسل، يعمل مشكله في الاعصاب، يعمل مشكله في المناعه، يعمل مشكله في الحرق. فانا باخد الب مالتي فيت عشان يحل لي القصه دي، لان هو فيه اكثر من 13 مينرال وفيتامين عشان يحل القصه دي. المجموعه بتاعه بي كومبلكس مهمه للاعصاب والناس اللي بتتمرن، ومهمه كمان للحرق بتاع النشويات. عندنا كمان فيتامين اي واي اللي هم مهمين جدا في
كمضادات اكسده، عندنا فيتامين سي بتركيز 500 ملي جرام عشان المناعه وعشان البشره والكولاجين والسيليليت وكل الحاجات دي، عندنا حديد وعندنا زنك عشان المناعه وعشان الشعر، وفي بايوتين برضو عشان الشعر، في كوبر وفي كالسيوم وفي فوسفورس عشان العظم بتاعنا، في فوليك اسيد للحوامل، فاللي هو في ايه بقى ناقص؟ مفيش حاجه. وقرص واحد بالظبط، قرص واحد باخده مره واحده بس في اليوم بعد الفطار بشويه، انا خلاص انا تمام مع النظام الغذائي المظبوط بتاعي. طيب انا هاخد بس من اسئله المشاهدين احسن، انا يعني ممكن اتعاقب لو انا ما قلتش الاسئله بتاعت المشاهدين. طيب عندنا نور عطله بتقول انا جسمي كويس بس عندي بطن ظاهره شويه، ظهر قوي وبتضايقني في اللبس. طيب ممكن انزلها ازاي ومش عايزه اعمل دايت عشان بحب الاكل قوي؟ السؤال ده بيجنني والله العظيم بجد، اول ما بشوف اصله انا هخس ازاي؟ هنضف اكلي تمام، بس مش بالضروره ان انا دي تروح خالص. فلازم انضف اكلي ولازم اعمل عجز في السعرات، فتنظيف الاكل وعجز السعرات ده دايت. ما احنا جسمنا ده بيكون من ايه؟ دهون وعضلات. يعني انا اللي انا شايفاه ده دهون وعضلات. صح. لو انا عندي بطن، ما البطن دي دهون حتى لو انا جسمي كويس. فانا محتاجه اشيل الدهون دي ويبقى عندي عضلات كويسه عشان جسمي يبقى مشدود. طب هشيل الدهون ازاي؟ هعمل دايت. هو ده مربط الفرس. هعمل دايت. خلينا نبتدي، لو هي مش عايزه ان هي تخش في سكه الدايت على طول قوي كده، فتبتدي تقطع السكر الابيض والدقيق الابيض والمشتقات بتاعتهم وكمان المقليات. حلو. ولما هتاخد بيستا مع ده هتلاقي ان هي لو بتاكل بكميه كبيره فهي بتقنن كميات الاكل حتى لو من حاجات غلط هي متعوده عليها. اوكي. فانا ارشح لها ان هي لو مش عايزه دايت هناخد بيستا مرتين في اليوم قبل الوجبات او قبل ما نلخبط في حاجه احنا مقررين ان احنا رايحين لها. تمام. وفي نفس الوقت سكر ابيض دي ابيض مقليات تبتدي تقل خالص. حلوة. وتشوف ده بعد شهر اول ما تتحمس وتشوف النتيجه عامله ازاي هتخش في الدايت. تمام حبيبتي، انا بشكرك والله يا دكتور ريان بجد، لانه انت بتقولي لنا ببساطه، وبعدين انت عارفه ايه اللي معاصر للجيل، يعني اللي هو ايه، انا عارفه دول بيفكروا ازاي. أيوه. فانا هلاقي لهم حل مناسب. طبعا بشكرك، واسمحوا لي يعني كل اصدقائنا اشكر دكتور ريهام العراقي اللي شرفتني نورتني النهارده، اخصائي تغذيه العلاجيه. شكرا ليكي. شكرا جدا. وبشكر حضراتكم طبعا في الاول وفي الاخر لحسن المتابعه، وتحيه لحضراتكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اتمنى كل توفيق للنادي الاهلي، واسمحوا لي طبعا الوقت بيعدي بسرعه، أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا الحلقة جديدة، على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.